البريطانيون يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي. كاميرون يعلن عزمه الاستقالة من منصبه في أكتوبر القادم. قادة أوروبا يحذرون من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واسكتلندا لا تستبعد الاستفتاء على البقاء مع لندن. إذن إنها الرابعة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد لقراءة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل من القاهرة. أهلا بكم. أهلا بكم. صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة بلغت 51.9% مقابل 48.1% للمعسكر المناهض، وذلك بحسب النتائج النهائية للاستفتاء. من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عزمه تقديم استقالته بحلول أكتوبر القادم، كما أعلنت متحدثة باسم حزب المحافظين البريطاني إن رئيس الحزب أندرو فيلدمان سيتنحى من منصبه مع مغادرة كاميرون. في مفاجأة بلغت حد الصدمة، جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 51.9 مقابل 48.1% لمعسكر البقاء في الاتحاد الذي تشكل منذ 43 عاما. الضحية الأولى لنتيجة الاستفتاء هو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي أعلن عزمه الاستقالة من منصبه في شهر أكتوبر المقبل. المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سوف تحتاج إلى البدء في عهد رئيس وزراء جديد. أعتقد أنه من الصواب أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد القرار بشأن موعد تفعيل المادة 50 وبدء العملية الرسمية والقانونية لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند حذر من تداعيات هذا الخروج خاصة على الاقتصاد البريطاني. أما نيجيل فاراج زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة يوكيب المناهض للاتحاد الأوروبي والمهاجرين اعتبر فوز معسكر الخروج انتصارا للمواطن العادي أمام النخب ورؤوس الأموال، داعيا إلى الاحتفال بهذا اليوم كعيد للاستقلال في بريطانيا على حد قوله. أعتقد أن الأثر الأكبر الآخر لهذا الاستفتاء ليس ما حدث في بريطانيا ولكن ما سيحدث في باقي أوروبا. ففي باقي أنحاء أوروبا بدأت الأحزاب السياسية الحديثة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأظهر استطلاع للرأي في هولندا أن الأغلبية يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالمثل في الدنمارك، وعلمت أن نفس الشيء يحدث في السويد والنمسا وحتى إيطاليا. وشهد الاستفتاء نسبة مشاركة كبرى بلغت 72.2%، وهي أكبر نسبة مشاركة تشهدها البلاد منذ عام 1992. ورغم التهديدات بكارثة اقتصادية تحدث عنها المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد والمؤسسات الدولية، فضل البريطانيون تصديق الوعود باستعادة استقلاليتهم إزاء بروكسل وقف الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي والتي كانت المواضيع الرئيسية في الحملة المضادة. وقرروا الانسحاب من مشروع انضموا إليه في عام 1973 بعد أن رأوا فيه بشكل أساسي سوقا موحدة كبرى، لكن بدون الخوض في المشروع السياسي. وللمتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من لندن السيد أحمد المصري مدير تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة القدس. سيد أحمد المصري، في البداية كيف تصف لنا حال الشارع البريطاني بعد صدور النتيجة الرسمية للاستفتاء؟ أعتقد أن الصدمة تسيطر على الشارع البريطاني، خاصة هناك نوع من عدم معرفة ماذا سيحدث في اليوم التالي. فعلى سبيل المثال عدة مواقع رسمية كانت تتبع لهذا الاستفتاء أصبحت تضع موادا تعريفية بماذا سيحدث، هل جواز سفري على سبيل المثال، أسئلة الشارع أغلبها يتحدث ماذا سيحدث لجواز السفر، هل بإمكاني أن أسافر إلى الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، هل بإمكان التنقل، هناك العطلة الصيفية على الأبواب، هل ألغي العطلة، هل العملة ماذا سيحدث لها، كل هذه الأمور. لكن بالطبع
الصدمة هي ما يسيطر على الشارع. يعني هي أمور حياتية خاصة بالتنقلات، يعني خاصة المصدر بالتنقل، خاصة بالسفر، وبالمعيشة، خاصة بالاقتصاد أيضا، بالاقتصاد يعني الاقتصاد. التوقعات خصوصا يعني بعد ما شهدته البورصة من انخفاض حاد في معدلاتها في أعقاب نتيجة الاستفتاء بخروج بريطانيا من الاتحاد نعم. الأوروبي. لكن أغلب المراقبين يرون أن هذا التدهور في الاقتصاد البريطاني الذي حدث سواء للعملة للجنيه الاسترليني أو لبعض الأسهم والسندات البريطانية سوف يتعافى مع مرور الوقت، خاصة أن هذا الهبوط أي نعم هو هبوط حاد بالنسبة للعملة البريطانية منذ عام 85 لم تشهد هذا الهبوط النسبة في الهبوط، ولكن العملة ارتفعت مساء أمس إلى 1.50 للدولار بالنسبة للدولار، ولكن انخفضت إلى 1.37 دولار للباوند، وهي ليست نسبة كبيرة مقارنة بما سيحصل. تمام، يعني ترى انها ستتعافى وقتيا. نعم، مع الوقت ستتعافى. اغلب المراقبين الاقتصاديين يرون ان هذا سيحدث التعافي مع المستقبل. الشارع البريطاني هنا بالطبع منقسم، لان النسبه كانت يعني كما تفضلتي في التقرير الشامل الذي عرضته قبل قليل، النسبه ليست كبيره، فنسبه 2% او 3% ليست كبيره، متقاربه متقاربة، وبالتالي الشارع البريطاني منقسم على نفسه. هذا الأهم في ذلك هو أن اسكتلندا بالمجمل صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الآن رئيس وزراء الاسكتلندي والبرلمان الاسكتلندي يريدون أن يقوموا باستفتاء آخر للبقاء مع المملكة المتحدة كدولة واحدة في هو بريطانيا. يعني ربما موقف اسكتلندا ذهب بنا بعيدا سيد أحمد، الحديث ليس فقط عن موقف بريطانيا أو حال بريطانيا فيما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإنما حال أوروبا بأكملها وسيناريوهات الاستقلال يعني بهذا الشكل ليست ببعيدة عن اسكتلندا. نعم، خيري جيلبرت على سبيل المثال في هولندا النائب يمين المتصرف طالب بإجراء استفتاء على غرار بريطانيا. هناك 3 أو 4 دول تريد أن تخرج خارج الاتحاد الأوروبي للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، من ضمنها السويد وهولندا ودول أخرى. لكني أريد أن أوضح، يعني لا أريد أيضا الإعلام البريطاني كان أغلبه في حالة خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء كان في حالة من الاستقطاب، بحيث أن كان هناك عملية تلفيق، وبعض الأحيان وصلت إلى مرحلة الكذب في كل معسكر من المعسكرين، يعني سواء معسكر البقاء أو معسكر الخروج، فكانوا يتحدثون عن أشياء لا علاقة لها بالواقع. فعلى سبيل المثال للحصر، يعني اليوكيب نايجل فراج اللي هو من اليمين المتطرف البريطاني له حزبه، حزب اليوكيب له نائب واحد فقط في البرلمان البريطاني. فالحملة ليست ضد العرب ولا ضد المسلمين ولا ضد الأجانب ولا ضد الهجر، ولا الموضوع كله بما يحدث بالنسبة للشارع البريطاني هو شيء اقتصادي بحت. أصبح الاتحاد الأوروبي يشارك فيها، هناك العديد من المهاجرين من بولندا وكرواتيا وما إلى ذلك من دول أوروبا الشرقية الذين يحصلون إلى بريطانيا ويقاسمونهم في الخدمات وفي العمل وما إلى ذلك. تمام، أشكرك. نعم. من لندن السيد أحمد المصري مدير تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة القدس. هذا وقد توالت ردود الفعل العالمية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن هذه الخطوة ستضع أوروبا في مواجهة اختبار خطير. وأبدأ أولاند أسفه الكبير لهذا الخيار، مؤكدا أنه لم يعد بوسع أوروبا الاستمرار كما كانت من قبل الاستفتاء. وطلب الرئيس الفرنسي بالتركيز على أمور أساسية كالأمن والاستثمار. واتصالا من باريس عبر سكايب ينضم إلينا من هناك مراسل النيل وليد عباس. وليد، بعد تحياتي لك، هزات ارتدادية كما تعددت التوصيفات لما حدث في بريطانيا، كيف وصلت إليكم؟ كيف قيمت فرنسيا؟ اسمح لي شعبيا ثم قياديا.
صدمة كبيرة بالتأكيد تصويت البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي. كما تعلمون الرئيس فرانسوا أولاند حاليا يبدأ اجتماع استثنائي للمجلس الوزراء لبحث أثار هذا التصويت. من اللافت للنظر أنه اجتمع قبل ذلك مع وزير المالية ووزير الميزانية. بطبيعة الحال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي ثاني أقوى اقتصاد في أوروبا سيكون له انعكاسات اقتصادية ومالية كبيرة على أوروبا عموما وأيضا على فرنسا. المفارقة تكمن في أن الكثير من الخبراء يرون أن فرنسا ربما تستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن هناك مئات من البنوك التي كانت يعني متواجدة في لندن باعتبارها هي المركز المالي الرئيسي في أوروبا كانت قد أعلنت أو أشارت إلى نيتها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تنتقل إلى عواصم أوروبية أخرى وخصوصا باريس. هناك من يقدر عدد البنوك التي يمكن أن تنتقل إلى باريس بحوالي 300 بنك. إذن سيكون هناك المفارقة تكمن في أن فرنسا تحديدا ممكن أن تستفيد على مستوى الاقتصاد المالي وتواجد المؤسسات المالية فيها من خروج بريطانيا من الاتحاد. نعم. لكن الأمر سياسيا وحتى اقتصاديا يشكل بالتأكيد صدمة كبيرة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. هل نكون قد بلغنا وليد إذا تحدثنا أن شروخا قد تصل إلى باقي الدول الأوروبية أم أن نعتبر أن بريطانيا هي حالة فريدة وقد لا تمتد كما تحدث البعض أنها قد تصل إلى فرنسا على وجه التحديد وأن هناك دعوة من زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي بإقامة تصويت شبيه، كيف ترى هذا الأمر؟ لا هي ليست حالة خاصة ببريطانيا فقط، نعرف أن هناك عدة دول أوروبية تتحدث فيها قوى سياسية أساسية عن ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما ذكرت في فرنسا توجد مارين لوفين زعيمة حزب الجبهة الوطنية وأيضا يوجد سياسي آخر يقود تشكيلة ديغولية صغيرة صحيحة ولكنه يدعو أيضا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذه الدعوة متواجدة بالفعل في فرنسا منذ فترة ليست بالقصيرة ومتواجدة بشكل أقوى في دول أوروبية أخرى في بولونيا في السويد في هولندا. إذن وهذه هي المخاوف الأساسية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يجب أن ننتبه لأن بريطانيا لم تكن عضو في منطقة اليورو ولا في اتفاقية شنغن للتنقل. إذن بالتالي المخاوف الأساسية هي من أن تنتقل هذه العدوى إلى دول